صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات اللام والتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا فايقين على خير وكتستافدوا برفقتنا من خلال برنامج اللام والتي، برنامج المرأة الطفل والأسرة، وكالعادة فقرات متنوعة ان شاء الله نتمنى انها تفيدكم وتنال اعجابكم. اليوم في شهوات اللام والتي غادي تشارك معنا اختصاصية فن طبخ والحلويات فتيحة شريفي من بني ملال ومجدة، شهوات مميزة جدا تقترح علينا بسطلة مالحة بالدجاج وكذلك الدجاج معمر بالفيرميسال بحشوة مختلفة والمزيد من الوصفات والاقتراحات. غادي نتعرفوا على شكون كذلك الفائزة معنا اليوم في المسابقة اليومية، وغادي نقدم لكم جوج ديال الاقتراحات: دجاج سهل في التحضير كغديوة اللي هي خفيفة دغيا كتوجد، وكذلك طرطة بالكريمة والتفاح. ونمشي وكذلك الأهم النصائح المنزلية والمطبخية رفقة ليلى أم ياسين كيف ما تعودنا كل يوم اثنين. مجدة كذلك غادي نجاوبوا على طلبات كثيرة ديال المستمعات اللي كيتواصلوا معي يعني في الواتساب في نهايه الاسبوع ولا خلال الاسبوع، فغادي نجاوبوا على طلبات المستمعات. مشكوره لاله ام ياسين. مجدنا كذلك اقتراحات نصائح ما بين نصائح منزليه ونصائح مطبخيه مفيده جدا، نتمنى انكم تكونوا في الاستماع وتستافدوا منها. واكيد غادي نمشيو نتعرفوا على الحلقه ديالكم من مختلف مدننا واقاليمنا المغربيه على 0522 88 00 61 61 62. نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجعوا الاولى فقراتنا شهيوات لاله مولاتي. جو ترحاب والتحية الصباحية لكل مستمعين الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو مباشرة لشهيوات لاله مولاتي رفقة اختصاصية فن طبخ والحلويات فتيحة شريفي من بني ملال، ونتعرفوا على الشهيوات اللي غادي توجد المستمعات اليوم. صباح الخير فتيحة. صباح النور اختي. لاباس عليك صبحتي؟ الله يبارك فيك، صباحك مبروك. الله يبارك فيك حبيبتي ومرحبا بك معنا اليوم في البرنامج. الله يبارك فيك اختي سناء. سناء عافاك الا سمحتي لي انني نقدم واحد التحيه. ايه مرحبا. السلام عليكم اخواتي المستمعات واخواني المستمعين. اول ما ابدا به مشاركتي هذه وهي التحيه الخالصه لكل الطاقم التقني والاذاعي لميد راديو، الاذاعه الرائعه والرائعه بامتياز. الله يبارك على جميع الاصعده والتي اعتبرها مدرستي الاولى، بحيث تعلمت من خلالها لاشياء كثيره. وبعد الاستدانة منك الأخت مرحبا، أود أن أقدم تشكراتي الخالصة لكل من الشيف نعيمة أم عصام، الشيف سميرة حديدو، الشيف هند التساوي، والشيف سهام القرشي، فاطمة القنيطرة، والشيف فرح القرماعي، والميمة تورية الدكاكي، سميرة برمدان. هادو صراحة اللي كانوا أساتذة ديولي اللي استفدت منهم من خلال هاد الإذاعة هادي، وكذلك جميع الإداريين والأخوات المستفيدات لجمعية أمل مركز القدس بني ملال، وصديقاتي بمجموعة الواتساب، وبالأخص الأخص لك أنت الأخت سناء وإذاعة ميد راديو. والشكر الكبير لزوجي، هو المسند في مسيرتي، اللي مساندني في المسيرة المهنية ديالي، كنوجه ليه الشكر الجزيل. والان ان شاء الله تبارك الله عليك، وشكرا لك بزاف على هذه الكلمه الطيبه واللي خارجه من القلب. الله يعطيك الصحه وتبارك الله عليك، ونتمنى تكون دائما استفاده بالمدرسه الاولى ديالي. الحمد لله، انا مجرد كنت هاويه. الحمد لله. والحمد لله بفضل الاذاعه وفضل البرنامج ديالك اختي سناء، وفضل هذا اللي شاف الكبار ديالنا، تعلمت الحمد لله على يديهم. انا ما درست حتى في شي مؤسسه، وانما درست في مؤسسة ميد راديو. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف، هذا شرف لينا، واكيد تبارك الله عليك. يعني هذه هي المراد يعني المغربيه، مراد ذكيه تبارك الله عليها، وكتعرف كيفاش يعني تستغلها كفرص ايجابيه وتكون ما احسن. وتبارك الله عليك صراحه، فعلا هادشي اللي كتقوليه الحمد لله كنعيشوا رفقه كل المستمعات اللي دائما كنقولها. اهم حاجه والله يجعلوا اليوم في الميزان المقبول على هذا، لانه تبارك الله ما كيبخلوش على نهائيا، ولو يعني مصدر رزق ديالهم، ولو يعني كيكون شي حاجه جديده بالحاح كيبغيو يتواصلوا معنا وبغيو يقدموها للمستمعات، سواء سيدات يعني قائمات في الدار، ولا دي شيف، ولا اختصاصيات فن طبخ الحلويات، يعني اي حاجه كيعرفوها ما تيبخلوش على البرنامج. فالله يعطيكم الخير تبارك الله عليك، ومشكوره جدا على المشاركه ديالك معنا اليوم اللي غادي يستافدوا منها المستمعات. الفاتحه تفضلي. ان شاء الله غادي نبدا ان شاء الله الرحمن الرحيم بطبق ديال الدجاج. ايه عندنا في المقادير ديالو غادي نحتاجو لواحد 4 ديال الدجاجات من وزن 2 كيلو، اللي تبارك الله السيدات كاملين عارفين بالغسيل ديالو. ايه كنخليوه يبات ليله
قبل. بالنسبه للشرموله غادي نحتاجو واحد البكيه ديال، بالنسبه للشرموله ديالو غادي نشرملوه بواحد جوج المعالق ديال الموطرد وواحد ثلاثه المعالق ديال صوص الصوجا، هادو اللي كيدهنوا فيه كامل من برا ومن الداخل فيهم. وبالنسبه للحشوه عندنا بكيه كبيره ديال شعريه الارز اللي كنرطبوها وكتقطع رقيقه، كنضيفوا ليها واحد 250 غرام ديال لحم القمرون، مشحر بشويه ديال الزيت وشويه الملح والابزار ومقطع. عندنا 250 غرام ديال البرو مقطع رقيق ومشحر حتى هو كذلك في نفس الاقامه. عندنا 125 غرام ديال الفورماج احمر محكوك. عندنا عصير ديال الحامضه، معلقه صغيره ديال عطريه السمك ومعلقه صغيره ديال عطريه الدجاج. عندنا واحد الضامه ديال السمك. عندنا ثلاثه الفصوص ديال الثوم محكوك او معلقه صغيره ديال بودره الثومه، يعني كنفضلوا تكون الثومه طريه من الاحسن. عندنا نص كاس ديال زيت العود وجوج المعالق ديال صوص الصوجا. كنخلط هاد الحشوه كامله وكنقسمها المقدار ديال الدجاج اللي عندي، كنعمرو من الداخل، كنجمع ليه الرجيله ديالو، كنغلف بابيي كويسون، كنعاود ندير بابيي الومنيوم وكندخلو يطيب في الفران. من بعد ما كيطيب تيخلي، كنعرفو بان الدجاج كيطلق شويه ديال العصاره فعلا. نعم، كناخد قشوش ديال الدجاج ديال دوك ربعه الدجاجات اللي عندي اللي كنقطعهم، كنطلقهم قبل في واحد الطنجره اللي كندير فيها شويه ديال الماء، قطع ديال الحامض، ورق الرند، شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه مهروسه، كنخليهم كيطيبوا في هاد الماء. من بعد كناخذ ديك العصاره ديال الدجاج وكندير هاد القشوشات ديال الدجاج يطيبوا فيها. بقات لي هاد العصاره، مرحبا، غادي نطيب فيها هاد القشاوش. ما بقاش بغيت ندير واحد الحشوه اخرى اللي كندير فيها واحد جوج المعالق ديال صوص الصوجا، جوج المعالق ديال الكيتشوب، معلقه صغيره ديال الموطرد، شويه ديال الثومه غبره، نص كاس ديال زيت العود، وكنشحر فيه هاد القشاوش ديال الدجاج. هي انا كنفضل تكون العصاره من الاحسن، لانه فعلا غتطلق واحد البنه يعني. طبيعة الحال واخا صافي، كان ملي كنقدم الدجاج ديالي كناخذ الطبق ديال التقديم اللي كيكون مفروش بالخص، كندير هاد القشوشات في ليفيغين او زيتات صغار، وكنزين بحبات ديال القمرون اللي كنكون مشحراهم، كنزين بهم الدجاج. اييه، باش كيبان الحشوه راه فيها يعني القمرون، فيها يعني ديال الحوت. واخا بطبيعه الحال عندنا واحد الكاشر او غوتي اللي غادي نرافقو اللي زينتي به طبق ديال الدجاج اللي كنزينو به من الجوانب. عندنا فيه واحد الكيلو ديال ستيك ديال الدجاج اللي كيترقد من قبل شويه ديال الثومه، شويه الملحه، زيت العود، سكينجبير، شويه ديال السودانيه، وكناخذ واحد 300 غرام ديال كفتات البقري، واحد المعلقه كبيره ديال الجبن تيكون كريمي ديال العلبه اللي في البواطه طويله. عندنا اربعه الفرماجات مثلثين، شويه ديال الملحه وشويه الابزار، شويه ديال الثومه بودره، شويه السودانيه، نفس المقادير اللي درنا في ستيك غنديروا حتى في الحشوه. عندنا 60 غرام ديال الفرماج احمر محكوك، كنخلطوا هاد الحشوه هادي كامله، كنسرحوا ستيك فوق من فيلم اليمونتير، كنضغطوا عليه شويه بالدلاك، وكندير هاد الحشوه على شكل ديال بودان رقيق. كنجمع عليه البابي الفيلم اليمونتير وكنعاود. واخا الا سمحتي باش المستمعات يفهموا، هادوك الشرائح ديال الدجاج اللي رقدتي كديرهم في الفيلم اليمونتير، داك ياكسول داك السيفوريز فوق من طاوله العمل. كنخرج الفيلم اليمونتير وكنستف وحده حده وحده، ما يكونش عندي فراغات بيناتهم، وكنعاود وكنغطيهم وندوز عليهم دلاك من الفوق. اييه، باش كيترخاو شويه كيوسع. نعم، وكندير الحشوه اللي عندي كنديرها على شكل ديال بوده اللي هي الكفته والجبن والفرماج وديك العطريه والفرماج احمر. اييه، ملي كندير بودان رقيق كنجمع بالفيلم اليمونتير واخا بحال الكاشير، كنجمعو بحال شكل الكاشير، وكنعاود نغلفو بابيي الومنيوم وكنجمعو مزيان باش ما يدخل لي. نزيرو مزيان فعلا، وكنديرو في كسكاس كيتبخر. من بعد ما كيطيب وكيبرد
كنحيدو كندوزو من في البيض وكنعاودو في شابلور جابونيز او شابلور عادي على حسب اللي موزون، كندخلو للفران يتحمر مزيان، كنخرجو كنخليه يبرد شويه وكنقطعو على شكل دوائر كنزين به الطبق ديالي. اييه وفعلا كيجي منظر زوين بطبيعه الحال، وكنقدر اختي سناء انني رافق مع هذا بالنسبه لهذا الغوتي، كنقدر رافق معاه واحد الصوص اللي كتكون مرافقه معاه اللي هو عباره عن صوص بيشاميل، كنزيد فيها جوج المعالق كبار ديال صوص سوجا وواحد شويه ديال الحبق او المعدنوس، اربعه ديال الفورماجات مثلثين وربع كاس ديال الكريمه، وكنطحن الكل، كندافع عليهم واحد شويه ديال الثومه غبره وشويه السودانيه، وكنقدمها معاه في لي فيغين. تبارك الله عليك، نتمنى انه كل مستمعه يعني عندها عراده قريبه او لا يعني غتتقبل الحباب والضياف يعني تطيب هذا الاقتراح. كيجي زوين لا مذاقا ولا أيه. شكلا ولا مذاقا، والطريقه سهله يعني الطريقه سهله بزاف ان شاء الله. تبارك الله عليك فتيحه، الله يبارك فيك اختي سناء، مشكور على هذا الاقتراح. نمشيو اقتراح ثاني، البسطيله مالحه بالدجاج هذه هي بالنسبه لهذه البسطيله صراحه كتجي رائعه. هذه انا كنخدم بها في لي كوموند ديالي. اييه تبارك الله، الله يبارك فيك. عندنا جوج دجاجات من وزن ديال 2.5 كيلو اللي كتغسل بالملحه والحامض، تبارك الله العيالات كاع غسيل ديال الدجاج كيبات ليلة قبل باش كينشف. الغد ليا كنديروه في واحد الطنجره او في كوكوط، كنضيف عليه واحد المعلقه ديال عطريه البسطيله السمك، ومعلقة كبيرة ديال السودانية، جوج المعالق كبار ديال صلصة الصوجة. واخا سمحي لي سمحي لي، ما قلتي لي في الطنجرة نديرو الدجاج والعطرية ديال البسطيلة ديال الحوت ياك؟ نعم، معلقة كبيرة ديال عطرية البسطيلة ديال الحوت. إيه؟ معلقة كبيرة ديال السودانية. وجوج المعالق كبار ديال صلصة الصوجة الثقيلة. إيه؟ جوج الوريقات ديال ورق الرند. إيه ورقة موسى. وثلاثة دروس ديال الثومه اللي كان غير كيتغسلوا كنهرسوهم هكاك بالقشره ديالهم واللحوم معاهم. كندير الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه الدجاج، نحاول انني ما نكثرش فيه الماء اكثر من الكيف. كنخليه يطيب، بعد ما كيطيب كنحيد الدجاج وهذيك المريقه. انا هنا اختي سناء غادي نعطي المقادير والطريقه واخ. في الوقت من بعد ما كنحيد الدجاج كناخذ هذيك المريقه كنصفيها في واحد الصفايه، وكنعاود هذاك الماء الا مازال عندي سخون هي هذيك ما برد شويه كنعاود نسخنه، وكنرطب فيه شعريه ثانيه القياس ديال واحد 150 غرام ديال الشعريه الثانيه، واخا كنرطبها في هذا الماء باش كتشرب ليا ديك المرقه ديك التوابل ديال المرق ديال الدجاج العطريه فعلا. كنخليها جانبا بعد ما كنشحرها، كنعاود نصفي هذاك الماء وكندوز فيه واحد 50 غرام ديال الشامبينيون كحل. اييه اللي كنرطبو من بعد عاد كنعاود نغسلو بالماء مزيان لان كيبقى فيه هو شويه تراب. اييه كناخذ واحد الكيلو ديال البصله اللي كنشنفها رقيقه، كنضيف عليها شويه ديال الابزار، شويه ديال الزيت البلديه، واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه من عطريه البسطيله، واحد الضامه ديال الحوت، وكنشحر هاد البصله مزيان حتى كتولي عندي معسله، وفي نفس الوقت كتنشف من الماء ما كتبقاش كتولي ساتيه ديك الزويته ديالتها. ايه واخا كيولي اللون ديالها معسل ذهبي ولا اللون ديالها مارون. وكتنشف من الماء قلتي؟ نعم، كتنشف من الماء كتولي ساتيه ديك الزويته ديالتها. كنخليها جانبا تبرد، كناخذ علبه ديال الشامبينيون البيض اللي كنغسلو الفطر العادي وكنقطرو، كنطحنو مع داك الشامبينيون الكحل اللي رطبت قبل، اما كنقطعهم رقاق او كندوزهم في الروبو ونحطهم، كنضيف عليهم واحد الرابعه ديال الزيتون خضر بلا عظم مقطعه اللي كتكون حتى هي مغسوله مزيان ومصفيه، كنطحنها حتى كتولي على شكل عجينه. الزيتون خضر؟ الزيتون خضر بلا عظم، كنغسلوه مزيان ونطحنوه وطحنيه على شكل ديال عجينه. يعني الا طحنتي بحال دابا الا طحنتي الشامبي الفطر الاسود والعادي كطحنيهم، ولا ما كانش قطعهم طريفات صغيورين؟
اي لما بتاي لما لما تحناهمش كان الروبو فاش غادي واخ نطحنوهم نقطعوهم يكونوا رقاق. رقاق واخ كنطحن الزيتون حتى هو تيولي على شكل عجينه. ايه كناخذ واحد الحامضه مصيره اللي كنغسلها مزيان وكنحيد لها العظيمات ديالها وكنقطعها هكاك بالقشره ديالها. ايه مع واحد الفلفله حمراء وفلفله صفراء اللي تاهما كيتغسلوا ويتقطعوا وكنطحنهم تاهما في الروبو تيوليو على شكل ديال عجينه. هادو كنخلط كناخذ واحد المقله كبيره كنخلط فيها الزيتون والفلافل والحامض ولي شامبينيون بجوج كندفع عليهم شويه ديال الابزار وواحد إيه؟ المعلقه ديال مطيشه الحك إيه؟ ومعلقه ديال من هذيك العطريه ديال الحوت معلقه إيه؟ غير صغيره شويه ديال زيت العود وواحد جوج دريسات ديال الثومه وكنشحرهم مزيان كنشحرهم حتى هما حتى كينشفوا ليا من الماء مزيان كنخليهم حتى هما يبردوا وكنرجع للدجاج ديالي كنفرتو. دابا كلشي واجد. ايه كنفرتت الدجاج ديالي كناخذ ديك البصيله تاعي من بعد ما بردات كنخلطها مع الشعريه الصينيه باش ديك الشعريه الصينيه كتبل ليا في ديك العطريه كنخلطها مزيان كنحلها وعاد كنضيفها للدجاج وكناخذ الخليط الاخر اللي شحرت ما بين لي شامبينيون والزيتون والحامض والفلافل كنخلط الكل كنضيف عليهم واحد 8 ديال القطع ديال الكورنيشون اللي كنحكهم ايه رقيقه وكندير واحد جوج المعالق ديال صوص السمك. ايه صافي في هذا الوقت كندوق كنشوف باش كنصحح الذوق ديالي ما بين الحار والحامض والملحه كنخلط الكل. عندي 250 غرام ديال فورماج موزاريلا. ايه وعندي 250 غرام ديال فورماج احمر. ملي كندير المونتاج ديالي راه تبارك الله العيالات كاع عارفين البصيله كيف كتجمع كندير الفرشه الاولى ديال الحشوه وكندير عليها 250 غرام ديال الموزاريلا وكنعاود ندير الحشوه مره اخرى. ايه وديك 250 غرام ديال الفورماج الاحمر كنقسمها على جوج النص كنخليه للزين والنص كنديرو فوق من الحشوه من الفوق. موتزاريلا كديريها الوسط ما بين جوج د الحشوات ياك؟ لا كنديرها الوسط ما كنفرق الحشوه على جوج. ايه وكديري الفريشة الاولى وكندير موتزاريلا وكندير الفرشه الثانيه ديال الحشوه. حشوه صافي. وديري الفورماج الاحمر داك النص ديال الفورما ديال ديك 250 غرام ديال الفورماج الاحمر وتخلي شويه للتزيين كيف قلتي. ايه نعم كنجمع البصيله عندي بصفرة البيض الفوق ديالها كندهنو بشويه ديال صفرة البيض والزيت باش ديما كتبقى الورقه مقرمشه صافي كندخلها الطيب ملي كنخرجها كان ديك 125 غرام اللي كتبقى عندي ديال الفورماج كنزين بها الفوق وجوانب راه كتزين على حسب الاختيار. فعلا ربما اللي تحت ملي تحطي الصورين ان شاء الله رحيم انا ان شاء الله سمان وطوماط فريز وخص فريزي احمر والاخوات راه كتبقى على كل فعلا والرغبه على حسب على حسب فعلا يتبارك الله سهل التزيين ديال كيف قلتي البسطيله كتبقى على حسب الافكار ديال السيدات يعني غير داك الفرماج ملي كيتحكي عليها وكيدوب عليها كيولي مشمع يعني كيعطي واحد المنظر ومع دوائر الحامض كيف قلتي ولا اي حاجه بغينا نزينوا بها تبارك الله عليك يعني جوج الافكار بالنسبه للعرادات ويثقوا بيا العيالات ان هذه كتجي لذيذه هذا ما في شك صراحه رائعه في المذاق ديالها تبارك الله عليك. مازال شويه الوقت. ايه تفضلي. ايه نقدموا ان شاء الله واحد الديسير اللي هو تيجي عباره على طارت بارده عندنا واحد 300 غرام ديال حليب غير محلى. ايه بالصوص واخا عندنا 350 غرام ديال الحليب عادي عندنا 150 غرام ديال سنيدة ايه عندنا 4 ديال صفرة البيض عندنا 100 غرام ديال كريم باتيسير غبرة عندنا 4 ديال الشوكولا كحل غيش ربعة ديال الشوكولا كحل غيش عندنا 4 الوراق ديال الجيلاتين واحد 100 غرام ديال الكركاع مهرمش اذا نكونوا مصهدينه من قبل و مهرمش ديال القشره ومهرمش بالنسبه للطريقه كناخذ الحليب الغير محلى كنضيف عليه الحليب العادي سنيده صفرة البيض كريم باتيسير وكنخلط مزيان وكنصفيه باش ما كنحاول ان ما يبقاوش عندي دوك الحبيبات
كندوز من واحد الصفايه وكنديروا في كاسرونه كنديروا فوق. تخلطي هذا الخليط، قلتي لنا الحليب الغير محلى والحليب العادي وديك سنيده وصفر ديال البيض وديك بودره ديال الحلويات كريم باتيسير ياك؟ نعم. هادشي كله قلتي تخلطيهم بعد كتصفيه؟ يتخلط مزيان وكنصفيه باش مزيان كلشي ديك الحبيبات. اييه لا فيه لا حبيبات لا والو. وكنديروه كنوضعوه فوق من النار حتى كيبدا يجيب الغليه. اييه مجرد كيبدا يجيب الغليه كنخرجو كنكون مرطبه الوراق ديال الجيلاتين، كنلوح داك الشوكولاط في هذا الخليط وكنحرك كيذوب ليا الشوكولاط وكندير الوريقات ديال الجيلاتين. كنختار المول ديال السيليكون اللي عندي فاش غادا نقدر نستعملو. انا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعطيك الصوره ديالو. انا استعملته في المول اللي مزين راسو احتاجيتش انني نعاود. واخا تصيفطيه لينا. اييه درت النص ديال الخليط اللي عندي كندخلو المجمد حتى كيشد راسو شويه وكندير ديك ال 100 غرام اللي عندي ديال الكركاع هكداك في الوسط. كنعاود ندير النص ديال الخليط مره اخرى. اييه مزيان. وممكن هنا يقدروا العيالات الا بغاو يزيدوا داك البسكوي القهوي اللي كتكون في وسط منه الكريمه البيضاء. اييه اللي تيبغوا الوليدات. اييه اييه الا بغاو يديروه حتى هو مع الكركاع، ما بغاوش هادشي يكتفيو غير بالكركاع كيجي زوين. هذاك الخليط هذاك الخليط الا فاتحه ملي كيجيب كيف قلتي لنا الغليه صافي خارج العافيه كنزيدوا الشوكولات ونزيدوا ورق جيلاتين. نعم ياك واخ. نعم صافي كندير الطبقه الاولى داك الخليط نصف الخليط جوج. كندير الطبقه الاولى في المول السيليكون وكندخلها للمجمد حتى كتشد راسها واحد شويه بالقياس ديال واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه باش اي باش داك الكركاع ما ينزلش ليا لتحت. اييه باش يبقى عندي الوسط ديال لاطاه. فعلا عاد كنخرجو وكندير النص ديال الخليط الثاني. كندير الكركاع وكندير النص ديال الخليط الثاني وكندخلو للمجمد. ومن الاحسن هذا يتصايب بالليل باش كيشد راسو مزيان. ايه يتصايب بالليل ولا غد ليه ان شاء الله عاد يتقدم. طريقته سهله وكيف قلتي والى زي الى كان المذاق ديالو كيجي رائع. اييه بصح وكيف قلتي يعني المول اللي غادي نخدموا به قد ما يكون يعني مقاد قد ما غادي يجينا الشكل ديالو يعني بحال كاطو كلاسي بحال يعني الا بغينا نستعملوه هكا للضيافه ولا استقبال الحباب. تبارك الله عليك الفاتحه والله ما سخينا بك وبالاقتراحات من عندك لانه ما شاء الله بعتي بالعديد من الاقتراحات. شكرا لكم بزاف مره اخرى ان شاء الله. اكيد ان شاء الله تبارك الله عليك. وقلتي لي ان شاء الله في فرصه مقبله غتقدمي لنا انواع ديال الحلويات فاكيد ان شاء الله غادي نتواصلوا معك عما قريب والمزيد من الاقتراحات من عند اختصاصيه في الطبخ والحلويات فاتحه شريفي ام عثمان من بني ملال اللي كنشكروها بزاف على كل هذه الاقتراحات. واللي نتمنى انه كل مستمعه تواصلت معايا يعني غير مؤخرا وبغات اقتراحات ديال العراده او ديال الضيافه فممكن على انه تستفد هادو من بين الاقتراحات اللي كنوجدوا في البرنامج. فكنظن على انه تبارك الله على الفاتحه اعطت الاقتراح ديال يعني الطبق الاول اللي هو يعني الدجاج يعني بهذه الحشوه ديال القمرون وكيجي زوين يعني هكا ممكن انا نقدموا ربعه ديال الدجاجات هكا للضيافه مرافق لهذاك الكاشير. هذاك الكاشير التزيين يعني ملي كنديروا الطبق فيه الخس وكنحطوا دوك الدجاجات وكنديروا هذوك الدوائر داك الكاشير بعد ما قادينا يعني كنقطعوا على شكل دوائر وكنزينوا به بالاضافه لهذوك الزليفات الشكل اللي بغيتوا. دابا تبارك الله راه كلشي متوفر. هذوك الزليفات كنديروا فيهم هذوك القشاوش ديال الدجاج بهذيك العصاره ديك المريقه اللي الخاطره اللي يعني كيطلق. وبالنسبه لهذا الكاشير راه ممكن انكم تستافدوا منه سواء بغينا نزينوا به شلاده بريستيج اولا بغينا نزينوا به مثلا هكا الاطباق ديالنا وبالاضافه للوليدات هكا ممكن انه ياكلوه يعني كيجي زوين. ممكن اننا نديروه هكا في الخبز العربي مع يعني الخس ونعطيو وليداتي يديو معاه مدرسه راه كيجي مزيان. يعني عنده بزاف ديال الاقتراحات اللي ممكن نستافدوا منه هكا عشيوه خفيفه يعني بالاضافه لكذلك مسطيله مالحه بالدجاج. كاين انواع كثيره تبارك الله ديال البساطل يعني اللي هما كيقترحوهم المستمعات فضيفوا هذا الاقتراح ديال البسطيله مالحه بهذا الشكل اللي ممكن انكم تستافدوا منها. الطريقه ديالها سهله وكنظن انه فاتحه يعني عطات المقادير والطريقه مبسطه بالاضافه لهذا الديسير هذا التحليه اللي حتى هي سهله مقادير قليله وفيها يعني بالنسبه للطريقه سهله يعني حاجه كنخلطوها مورا حاجه والتزيين كيبقى على حسب الاقتراحات ديالكم. فداك الشيء علاش مره
في موقع يعني lalaplus.ma كنحاولوا على انه بعد نوبات ما كنحطوش الوصفات يعني الطريقه، وانما كنحضروا كنحطوا مثلا صور ديال طريقه ديال التزيين، لانه تبارك الله بزاف ديال السيدات يعني اللي متمكنات يعني ملي كيسمعوا مثلا في البرنامج او يعني ملي كيستافدوا مع السيدات كيعرفوا مثلا هذاك الطبق كيفاش غادي يحضروا كيفاش غادي يوجدوا، لانه كيتبعوا الطريقه المقادير المراحل كيوصلوا للتزيين. اللي ما عندهاش يعني الحنته هو هو فن يعني كاين اللي تبارك الله يعني واخا بحوايج بساط كتعرف تزين كتعرف تقاد مثلا، وكاين بعض السيدات اللي مازال تغلبهم التزيين فماشي عيب يعني ملي كان بعد ما كاين اللي كيقول لك انا راسي عامل يعني افكار ما جاتنيش شي فكره كيفاش غنزين هاد التبصيل. فداك الشيء علاش يعني تقريبا كل اسبوع في موقع lalaplus.ma راه كنزلوا الصور، اما مثلا ديال شلايد بريستيج يعني كي وحده كيف كل سيده كيفاش زيناتهم، اما كيفاش نديروا تقديم ديال الطبله كامله، اما مثلا كيفاش نزينوا الصفه بريستيج كيفاش نزينوا البسطيله وغيره من الاقتراحات او للحوت باش يكون عندكم فرصه على انكم تعقلوا. وملي كدير دوزي تصويره مورا تصويره راه كتشوفي مثلا مرات تفرش الخوص باش تزين، مرات داروا زليفات، مرات داروا مثلا، وحتى انه الا خرجتي مثلا السوق وبغيتي مثلا شريح يعني ما عن جدد فكتولي شايفه واحد ديكور شايفه واحد الشكيل الا صادفتي فكتختاريه وكيعطي واحد المنظر. فغادي نزيدو نركزو على هاد الاقتراحات ان شاء الله مرفوقين بالصور. ونتمنى انه تكون استفاده عامه لكل السيدات اللي كيشاركوا من خلال برنامج لا مولاتي. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره للمسابقه اللي غادي نتعرفوا فيها اليوم على شكون الفائزه معنا المحظوظه في المسابقه اليوميه. إذن غادي نمشيو مباشرة تعرفوا على شكون المستمعة الفائزة المحظوظة معنا اليوم واللي ربحت معنا اليوم منتوجات التنظيف المنزلية. فالفائزة المحظوظة معنا اليوم نهار اثنين فهي غيزلان طريرش من الدار البيضاء. ألو غيزلان. ألو السلام عليكم. لاباس عليك. كدايره لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. كداين نتوما شويه؟ الحمد لله بارك الله فيك. صباحك مبروك وتبارك الله عليك غزلان. الله يبارك فيك لاله. شكرا انتم على الجائزه ديالكم والله يجازيكم بخير. ربحتي معنا منتوجات التنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، بالاضافه لانه كل صور ديالك دستي مباشره لسحب القرعه، ونتمنى انك ان شاء الله تكوني من المحظوظات الفوز يعني في نهايه الشهر بطاقم ديال الذهب ان شاء الله بحول الله. تبارك الله عليك. بارك الله فيك لاله. غزلان غزلان انت اللي في الصوره حطيتي، انا ضحكتيني حطيتي حطيتي يعني الماتيريال ديالك الراطا والشطابو كتبات على بركه الله غتبدا كلشي على الله غتشمري وراه فعلا لا راه عرفتي علاش ضحكت انا، لانه دائما ملي كنكونوا غنشقاو عندنا واحد الطقوس ضروري ربي تعطينا القوه باش الله كنجاهدوا. لا تبارك الله عليك تبارك الله عليك غزلان والله يقدركم دائما. فمبروك عليك الفوز وتحيتنا لك غزلان طريرش من الدار البيضاء. مبروك عليك الفوز بمنتوجات التنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، بالاضافه لنهايه كل شهر راه محظوظه مستمعه ان شاء الله غتكون فائزه بطاقم ديال الذهب. واكيد على انه المسابقه مازالت مستمره ماشي غير هذا الشهر، حتى الاشهر يعني المقبله باذن الله، والمزيد من يعني الهدايا ديال طاقم ديال الذهب يعني في انتظاركم. فغير ضاعفوا الحظوظ ديالكم، مسابقه راه سهله وغادي نعاودوا نذكروا بها دائما باش يكون عندكم فرصه انكم ضمنوا الفوز معنا في المسابقه. فيكفي انكم يعني تختاروا المنتوجات ديال اكسيت وتنظفوا بها الدار ديالكم، سواء اختاريتوا السائل ديال الزاج اللي كنمسحوا به او اللي كنغسلوا به الارضيه او اللي كنغسلوا به المعن، فلكم الاختيار. خدمتوا بهم كاملين غادي توظفوهم كاملين، وفي اي بلاصه نظفتوا غادي تحطوا هذاك المنتوج في البلاصه اللي نتوما نظفتوا اللي تنقات، وفي نفس الوقت غادي ديروا واحد الورقه فيها السميه ديالكم والكنيه والمدينه باش تكون صوره متكامله فيها المنتوج فيها السميه ديالكم باش نتعرفوا عليكم والمدينه اللي نتوما فيها، وفي نفس الوقت في هذيك البلاصه اللي نتوما نظفتوا. وتبارك الله يعني مشكورات كل السيدات على المشاركه ديالهم الفعاله معنا فهموا المسابقه، واللي مازال ما شاركش فاكيد على انه مازال فرص كثيره للفوز معنا. يكفي انه ملي تصيبوا هاد الصور سواء كيف قلنا صوره او لجوج او لعشرة او لعشرين على حسب، شوفوا نتوما كيفاش بغيتوا انكم تشاركوا كيفاش بغيتوا تضعفوا الحظوظ ديالكم، المهم هو انكم تشاركوا. وغادي تبعتوا هاد الصور على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 50 87 70 55، هذا رقم الواتساب فين تصيفطوا لنا التصاور ديال المسابقه 06 50 87 70 55. وكنتمنوا حظ سعيد جدا لكل مستمعات لالا مولاتي. شاركي وربحي كل يوم مع اكسيت. اكسيت كل ما تحتاجيه من المنظفات المنزليه. اكسيت للحياه رائحه متميزه.
ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعة. وغادي نمشيو لأول اقتراح اللي غادي نقدمو لكم واللي هو الدجاج. يعني غديوة ساهلة وخفيفة. الدجاج كيجي محمر بالمطارد والزبدة. غادي نحتاجو في المقادير دجاجة يعني اللي متوفر عندنا الوزن اللي بغينا، كيلو كيلونس جوج كيلو، جوج معالق كبار ديال الزبدة، معلقة متوسطة ولا صغيرة ديال المطارد، عصير ديال نص حامضة، نص معلقة صغيرة سكينجبير، شوية ديال الملح، شوية ديال الإبزار. فهادو هما المقادير، مقادير قليلة وكيجي زوين بزاف هاد الدجاج وساهل في التحضير. قلنا الدجاج، قلنا جوج معالق كبار ديال الزبدة، معلقة صغيرة ديال المطارد ولا معلقة متوسطة ديال المطارد، عصير ديال نص حامضة، نص معلقة صغيرة ديال سكينجبير، شوية ديال الإبزار وشوية ديال الملح. غادي ناخدو الكوكوط أولا الطنجرة وغادي نديرو فيها الدجاج مع هاد العطرية كاملة، وغادي نخليوها حتى كتخلط مزيان هاد الدجاجه بهاد العطريه. يعني غادي ناخدو في الطنجره غادي نديرو الدجاج وغادي نديرو معاه جوج معالق ديال الزبده والمطارد وعصير حامضه وسكينجبير والملح والابزار. يعني غادي نخلطوهم وغادي نحاولوا ندهنوا الدجاجه من الداخل من برا، وغادي نخليوها حتى يعني هذيك الدجاجه كتخلط بهاد المقادير. ثم صافي كنسدو عليها وكنديروها على عافيه مهيله، يعني ديك العين الصغيره ديال الكوكوط هي اللي كنستعملوا، انا ما غنزيدو لا ما لا والو. فغادي ناخذوا غي اما الطنجره اولا كوكوط وغادي نديروا فيها داك الدجاج وغنديروا فيها ديك العطريه وغنديروها على عافيه مهيله. ممكن اننا نديروا ديك الحديده اللي كنديروا في الطاجين عاد نديروا الكوكوط وغادي نخليوها على عافيه مهيله تقريبا واحد ساعه ساعه الا ربع. من بعد ساعه كنفتحوا هذيك الكوكوط اولا الغطاء ديال الطنجره كنحيدوا هذوك الدجاج. بالنسبه للدجاج لكم الاختيار، سواء درتوا دجاجه كبيره اولا درتوا طريفات ديال الدجاج عندكم. ومن بعد كناخذوا هذاك الدجاجه اولا دوك طريفات ديال الدجاج كنديروهم في لاطه ديال الفران اولا داك المول ديال الدجاج اللي كيدخل الفران، وغادي ندهنوه بشويه ديال الزبده مخلطه مع شويه ديال التحميره باش كتعطينا واحد اللون ساهل. كنخلطوا الزبده مع التحميره وكندهنوا دوك طريفات ديال الدجاج اولا كندهنوا الدجاجه كامله، ومن بعد يعني كندخلوها الفران حتى كيولي واحد اللون ديالها ذهبي، كيولي اللون محمر. ومع ديك الزبده الا درنا الزبده يعني سواء من الاول في الطياب اولا يعني ما بين الجلده والعظم، راه كنت عطيت واحد الطريقه ديال الدجاجه اللي كنديروا فيها الزبده والعطريه، يعني كتكون كميه كثيره ديال الزبده مع العطريه وكنبقاو ندهنوا الدجاجه من الداخل ومن برا وما بين الجلده وما بين دوك الحيمات ديال الدجاج. فملي كندخلوها اما تفور شويه اولا نطيبوها شويه اولا ندخلوها الفران مباشره راه كتجي فتيه بزاف. ومن بعد يعني ملي كنا هاد الدجاج كندخلوه الفران بعد ما دهنا بشي الزبده والتحميره، فاحنا كناخذوا هذاك العصاره اللي طلق الدجاج يعني في ديك الطنجره اللي بقى لينا صافي يعني كناخذوه. وديك الساعه لكم الاختيار، اما نبقاو نحركوا فيه حتى يتشرب لينا ديك المريقه راه كتكون قليله، اما نفوروا شويه ديال الخضره بحال دابا الكرومب القرعه الكورجيت يعني خيزو البطاطا الحلوه والبطاطا العاديه اللوبيا ونفوروهم، ومن بعد نديروهم في هذيك العصاره ديال الدجاج اللي بقات لينا في الطنجره. يعني راه كيجي ديك الخضره يعني ما كنشبعوش منها مع داك الدجاج كتجي زوينه. ممكن نديرو شويه ديال الرز يعني فورناه شويه وملي تفور اولا سلقناه وصفيناه مع شويه ديال الزعفران الحر وشويه ديال الخرقوم بلدي عليكم الاختيار. وكنديروه في هذيك العصاره نسقطرو مزيان ونديروه في ديك المريقه اللي دارت يعني في الطنجره، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم. ممكن بغيتو تزيدوا الفطر يعني العادي يعني خاصة إلا كان هذاك الطري ناخذو نقيو ونقطعو طريفات ونزيدوه معاه فكيجي زوين غديوة ساهلة وخفيفة. فهذوك الطريفات ديال الدجاج أولا الدجاجة ملي دهناها ودخلها حمرناها في الفران كنخرجوها نديروها في طبق التقديم ونرافقوها مع ديك المريقة اللي بقات في الطنجرة إما بوحدها إما اللي درنا فيها الرز أولا درنا فيها الشامبينيون أولا درنا فيها خضيرة فكيجي زوين. نتمنى تكون وصلتكم الفكرة. ممكن أنه مثلا هاد الطريفات ديال الدجاج يعني تسلقو البطاطا تسلقوا البطاطا يعني عادي وطحنوها في الطحانه اليدويه تمعكوها بوغي وديروها في هذيك العصاره وتخليوها تتنشف مزيان راه حتى هي كتجي بنينه. وديك الساعه قدموها ديروها يعني في فيغين اولا في زليفات وقلبوها وديك الساعه قدموها مع دوك الطريفات ديال الدجاج. فهذه اكله متكامله غادي يبغيوها الوليدات ونتمنى تكون وصلتكم الفكره. وبالصحه والراحه وغادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا باش نقترح عليكم كيكه بالتفاح والكريمه. ومن بعده ما نساوش يعني اهم النصائح المنزليه والمطبخيه رفقه ليلى ام ياسين. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال
فقرتنا المتنوعة، ونتمنى أنكم تكونوا في الاستماع دائما وكتستفدوا من خلال فقرتنا. غادي نمشيو لثاني اقتراح واللي هو كيك بالتفاح والكريمة، كيجي زوين بزاف ونتمنى إن شاء الله أنكم تجربوه. وتحيتنا صاحبة الاقتراح أم رياض نور، يعني صراحة اقتراح كيجي زوين وسهلة في التحضير. غادي نمشيو المقادير والطريقة مباشرة باش يجيكم سهلة. غادي نصيبوا أول حاجة الكريمة ونخليوها يعني كتبرد، وعاد نمشيو نصيبوا الكيك باش ندخلوا الفران. فأول حاجة هو أنه غادي ناخدوا بالنسبة للكيك والتفاح والكريمة، غادي ناخدوا نص سطر ديال الحليب العادي، بيضة وحدة، ثلاثة المعالق كبار ديال بودرة الكريم باتيسيير، أربعة المعالق كبار ديال السنيدة، قشور ديال الحامضة محكوكة، ساشي ديال الفاني. هادو المقادير ديال الكريمة. هادشي غادي نديروه في كاسرونة على عافية مهيلة ونبقاو نحركو بالمعلقة ديال الخشب حتى يعقد لينا الخليط ونحصلو على كريمة. وقلنا بالنسبة للكريمة أول حاجة غادي ناخدو نص سطر ديال الحليب بارد، بيضة وحدة، ثلاثة المعالق كبار ديال بودرة الكريم باتيسير ديال كتباع في الكرتونة اللي مصورة فيها ملفي، يعني كريم باتيسير بودرة، نهزو منو ثلاثة المعلقات ونديرو بيضة، نص سطر ديال الحليب، وربعة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، وحامضة صغيرة محكوكة غادي نحكوها القشور ديالها، ساشي واحد ديال الفاني. وهادشي كله غادي نخلطو بالتراب اليدوي، التراب ديال السلك، حتى يتخلطو لينا مزيان. وديك الساعة نديروهم في الكسرونة ونديروهم على عافية مهيلة ونبقاو نحركو بالمعلقة ديال الخشب حتى كيعقد لينا الخليط وكنحصلو على كريمة. غادي نحتفظو بها على جنب ونمشيو نصايبو الكيك. بالنسبة للكيك فيه جوج بيضات، يعني المقادير كلها يعني ديال هاد الكيكة فيها ثلاثة ديال البيضات، جوج في الكيكة وبيضة وحدة في الكريمة. قلنا جوج بيضات، غادي نطربوهم مع قبيصة الملح، مع قشور ديال الحامضة، مع كاس العنبة السنيدة، مع كاس العنبة ديال الزيت، مع كاس العنبة عصير الليمون، مع جوج خمارات ديال الحلوى، وجوج كيسان ديال الطحين فورس. هادو هما المقادير ديال الكيك. يعني ناخدو مثلا اما الطراب اليدوي ولا الطراب الكهربائي ولا الخلاط الكهربائي، نديرو فيه جوج ديال البيضات، نديرو ليهم قبيصة ديال الملحة، وغادي نضيفو ليهم قشور ديال الحامضة، نضيفو كاس ديال السنيدة ونطحنو، نضيفو كاس ديال الزيت ونطحنو ولا نطربو، ونضيفو كاس ديال عصير ديال الليمون. ملي تخلط لينا هادشي كله نفرغوه في واحد الاناء ونضيفو ليه جوج خمارات مغربلين مع جوج كيسان ديال العنبه ديال الطحين فورس مغربلين حتى هما يكون من النوع الجيد، ونديرو هاد الخليط. من الاحسن داك الخليط ديال التورته اللي كيتحل من الجناب اولا اللي فيه ديك الاطار التحتاني، يعني ما لاصقش فيه باش جينا سهله، باش منين نحيدوها تبقى هذيك التورته محافظه على الشكل ديالها وتجينا مزيانه. فكيف قلنا ملي ناخذ دوك جوج بيضات ونطربوهم مع شويه ديال الملحه ومع قشور ديال الحامضه محكوكه في الحكاكه رقيقه، ومع كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت وكاس ديال عصير ديال الليمون، ومن الاحسن ديروا عصير ديال الليمون اللي معصرينه. ومنين تخلط هادشي كله مزيان ويطرب مزيان، ديك الساعه كنضيفوا ليهم جوج خمارات مغربلين مع جوج كيسان ديال طحين فورس من النوع الجيد الخاص بالحلويات، وكنخلطوا هادشي كله مزيان غير بالمعلقه ديال الخشب حتى كنحصلوا على عجين ديال الكيك. كناخذوا المول، قلنا اما اللي فيه قراصه اللي كيتحل من الجناب اولا داك المول ديال التورته اللي تيكون المول ديال التورته فيه دوك السنينات هكا في التزيين وكيكون التحتاني ديالو ما لاصقش فيه باش كتجينا سهله، انه داك الاطار يعني كيخلي ديك التورته يعني ما كتمحناش كتجي هي هذيك. كندهنوه بشويه ديال الزبده ونرشوا بشويه ديال الطحين، وديك الساعه كناخذوا يعني الكريمه عندنا واجده، الكيك عندنا واجد. فبالنسبه للطريقه وغنحتاجوا كذلك جوج ديال التفاحات، يعني جوج ديال التفاحات هذو للتزيين والكونفيتور وشويه ديال اللوز اولا اي مكسرات بغينا. فغادي نمشيو بالنسبه للطريقه ديال التزيين، هو انه غادي ناخذوا قلنا المول غادي ندهنوه مزيان، ملي ندهنوه بالزبده ونرشوا شويه ديال الطحين غادي نديروا العجين ديال الكيك، هذاك العجين ديال الكيك اللي درنا. من بعد ديك الكريم باتيسير اللي حضرنا اللي خليناها كتسخن فوق العافيه غادي نبداو نهزوها بالمعلقه، غنبداو نهزو بالمعلقه بحال دابا ممكن تستعنوا يا رضغي كتنزل، الا ما كانش نهزو جوج معلقات بحال دابا نهزو معلقه عامره بالكريم باتيسير والمعلقه الثانيه هي باش غادي ننزلو. فغادي نهزو ونبداو نحطو فوق بطريقه عشوائيه، نحطو فوق هذاك الوجه ديال الكيكه، يعني العجين ديال الكيك هو اللي درنا في الاول. من بعد غادي نديرو بالمعلقه نهزو ديك الكريمه اللي حنا حضرنا ونبداو نحطوها بطريقه عشوائيه حتى نديروها من الفوق ديال الكيك. وديك الساعه غادي ناخذو جوج تفاحات كبار غادي نحكوهم ونخليو وحده للتزيين، يعني غادي ناخذو جوج تفاحات غادي نحكوهم في الحكاكه الغليظه، غادي يجيونا محكوكين بحال كيف خيزو، بحال يعني محكوكين بحال الفرماج، يعني ملي كنحكوه في الحكاكه الغليظه. وهذاك غادي نزينو به الوجه ديال الكيكه ونخليو غير الجوانب اللي ما فيهمش، وهذوك الجوانب هما اللي غادي نديرو فيهم تفاحه اللي غادي نقطعوها على شكل هلاليات بحال الورقه رقيقه، وغادي نستفوهم وحده متكيه على وحده. يعني نتمنى تكون وصلتكم الفكره، على اساس انه
الكيكه صايبناها والكريمه صايبناها وجوج حتى ثلاثه التفاحات غادي نحطوهم قدامنا مقشرين. وشنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ المول، قلنا من الاحسن اللي فيه القراصه باش دغيا ما يمحلناش في التزيين، وغادي ناخذ المول ندهنا بالزبده رشينا بالطحين، غادي نفرغوا العجين ديال الكيك هو الاول، نديروا الكيكه نخويوها في المول هو الاول في داك القالب ديال الكيك، غادي نهزوا ديك الكريم باتيسير اللي وجدنا نبداو نهزوها بالمعلقه، نبداو نهزوها بالمعلقه ونحطوها في الوجه ديال الكيكه من الفوق بطريقه عشوائيه، يعني ماشي غادي نديروها طبقه، نبداو نهزوا بالمعلقه ونحطوا، غادي تجينا بحال دوائر في هذيك الكيكه كامله، كنبداو نهزوا بالمعلقه حتى كنكملوا الوجه كامل ديال هذيك التورته. من بعد كناخذوا التفاح، ثلاثه تفاحات صغار مثلا، جوج غادي نحكوهم في الحكاكه الغليظه وغادي نهزوهم، ممكن نعصروا عليهم قطرات من الحامض باش ما يكحاش لينا، وغادي نهزوهم وغادي نديروهم محكوكين على الوجه من الفوق ديك كريم باتيسير على الوجه ديال الكيكه، وفي الجناب غادي نخليه خاوي ما غنديروا فيه لا التفاح لا والو، غيكون باقى فيه الكريمه ولكن باقي ما غطيناش ديك الكريمه، هذاك التفاح محكوك غادي نديروه في الوسط ديال الكيكه ديال التورته، وغادي ناخذوا تفاحه وحده غادي نقسموها على شكل هلاليات على شكل شرائح رقيقه، وغادي نزينوا بحال كيف كنزينوا التورته، غادي نمشيو للدوره ديال هذيك التورته وغادي نديروا هلاليه متكي على هلاليه متكي على هلاليه متكي على هلاليه حتى غادي نديروا غير الدوره غير الدوره، اما الوسط راه كاين هذاك التفاح محكوك صافي. وديك الساعه كندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر لينا، ملي كطيب وكتحمر ديك الساعه كنخرجوها، بغينا نغبروا عليها السكر كلاصي مزيان يكون من نوع الجيد، بغينا نرشو يعني لكم الاختيار، بغينا نديرو ناخدو شويه ديال الكونفيتور جاري اما ندفيوه او نخليو كيف ما هو، ممكن ناخدو الكونفيتور العادي ديال المشمش وغادي نضيفو ليه شويه ديال العصير ديال الليمون وساشي ديال الفاني ديال الزهر ونديروه فوق العافيه حتى يولي بحال السيرو يعني محلول، وديك الساعه كناخدو الشيته وكندهنو هاد التورته من الفوق كندهنوها وكنرشو اما الجوانب كنرشوهم بالكاوكاو محمر ومهرمش اولا بالكركاع مصهد في الفران ومهرمش اولا باللوز رقائق ديال اللوز محمرين كيجيو مزيانين، كاين اللي كيدير رقائق ديال اللوز وما خضرين وكيدخلهم الفران يعني كيطيبو من كيجي طيب الكيكه اولا التورته كيتحمروا، هذا اختيار ديالكم كيف ممكن انكم حتى تصيبوا الكيكه وتحيدوها من داك المول ديال اللي في القراصه من الجناب، وديك الساعه اولا داك المول ديال التورته وديك الساعه كنزلوها ونمشيو نصيبوا اما قلنا الكونفيتور جاري بوحدو، ممكن الكونفيتور جاري نسموه باللي بغينا بساشي ديال الفاني الزهر اولا غير نخليوه بوحدو، ممكن انه الا عندنا داك الكونفيتور المشماش اللي فيه يعني اللي قابط راسو ماشي جاري ديال الحلوه، ديك الساعه راه غادي نديروه نخفوه بشويه ديال عصير الليمون ونديروا شويه ديال الفاني ديال الزهر ونديروه فوق العافيه غادي يولي لنا سائل، وغادي نهزوه وندهنوا الشيته ونبداو ندهنوا هذاك السيرو ديال الكونفيتور التورته كامله ونرشو برقائق ديال اللوز محمرين اولا الكركاع حتى هو كيمشي مزيان مهرمش نديرو هكا مهرمش رقيق ونغبرو بالسكر كلاصي، فلكم الاختيار. كاين كذلك هذاك التفاح اللي حنا حكينا فوق الكريم باتيسير راه ممكن على انه نخلطو فيه ساشي ديال الفاني ديال الزهر اولا ساشي ديال الفاني عادي اولا جوج ساشيات ديال الفاني ونديرو شويه ديال القرفه ونخلطو مزيان نخلطو مزيان هذاك التفاح محكوك وعاد نديرو كطبقه من الفوق، غير هو باش كيجينا منظر زوين، وفعلا هذه الفكره ديال الام رياض نور فكره زوينه على اساس انه هذيك الكيكه اللي صايبنا نديروها هي الاولى ونهزو بالمعلقه الكريم باتيسير ونبداو نهزو بالمعلقه، فملي غادي نهزو بالمعلقه ما غادي نديروش طبقه كامله ديال الكريم باتيسير غادي يوليو الفراغات غادي نديرو بحال الدوره، نبداو نهزو بالمعلقه كتجينا شويه ديال الكريم باتيسير يعني مدور شويه ديال الكريم باتيسير مدور حتى وكيبقاو فراغات ديال الكيكه باينين، وديك الساعه في الوسط كنديرو فوق من هذاك الكريم باتيسير كنديرو تفاح محكوك كنديرو في الوسط وكنبسطوه مزيان في الوسط وكيبقى لنا غير الدوره الجناب اللي خاويه يعني فيها غير الكريم باتيسير بوحدو، هذه كناخذو تفاح هلاليات وكنديروه في التورته العاديه تعودنا انه التفاح مثلا كنديرو جوج ثلاثه تفاحات كبار وكنقطعوهم على شكل هلاليات ونعصرو عليهم الحامض وكنديرو داك التورته كامله كنغطيوها بالدوائر اولا نص هلاليات ديال دوك الوريقات ديال التفاح كنبقاو غاديين باش كتجينا على شكل ورده، فهذه غير الدوره اللي كتكون فيها دوك الهلاليات ديال التفاح والوسط راه تيكون تفاح محكوك واكيد طبقه ديال الكريم باتيسير من التحت، فكره كتجي زوينه بزاف اللي نتمنى انكم تجربوها سواء الكوتي اولا نديروها كطريفات الوليدات يديوها معاهم هكا مثلا صايبنا غديوه غيديوها معاهم مثلا الغدا وطريف هكا كتحليه كديسير راه كتجي زوينه، كيف ممكن انه مثلا نمشيو هكا عند العائله وهذا نصايبوها فديك المول اللي كيتحل من الجناب راه كتجي مزيانه بحال هاد الاقتراحات، تعودنا حنا تبارك الله في الثقافه المغربيه لانهم ملي كنبغيو نمشيو عند العائله والحباب اولا نبغيو مثلا نشربوا اتي فكنديو معنا الحليه
حليب، كنديو معنا طورطة، كنديو معنا كيكه مصايبه، فتبارك الله كل شيء متوفر. ماشي بالضروره انا نديرو بلاطو ديال الحلوه من باتيسري مثلا اللي غادي نصرفوا عليه 4000 ريال، فكيكون شويه صعيب على حسب القدره ديال كل واحد اكيد اللي عنده الله يزيدو تبارك الله، فكل واحد كيمشي على حسب القدره ديالو، ولكن الصواب ما كنختلفوش عليه. جوج بيضات عندنا مع شويه ديال التفاح مثلا اولا اللي موجود نصايبو كيكه ونديوها وندخلو بيدينا عامرين، ماشي بحال. فهادي ثقافه مغربيه ما نفرطوش فيها في الصراحه، وكتجي زوينه كي يعني كيسهل الامور، وحاجه اللي هي مصايبه في الدار ماشي بحال، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم، كل وحده على حسب القدره ديالها. غادي نتوقفوا دابا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره مع ليلى ام ياسين واهم نصائح المنزليه والمطبخ. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لامولاتي، ومعنا في ليلى ام ياسين في اهم النصائح المنزليه والمطبخيه. صباح الخير ليلى. صباح النور. صباحتي لاباس عليك؟ الحمد لله شي مزيان. صباحك مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله كل شيء بخير. بارك الله فيك. حنا وانتم ما شاء الله بالخير والتيسير يا ربي الجميع. امين يا ربي. تحية ليك والطاقم وجميع مستمعات ميد غاديو. شكرا لك اللي خدتك علينا ليلى. مرحبا. باش غادي نبداو؟ نبداو بالاجوبه. اييه الاسئله ديال المستمعات. اييه واخا. السؤال الاول، بغات البديل ديال الفرماج ديال اللي تنديرو فوق من البيتزا. كنت عطيتها هذيك المره ونعاودها ماشي مشكل. غناخذوا واحد البيضه نديروها في الخلاط الكهربائي مع اي نوع من جبن من الفرماج، يا اما المثلث ولا المربع، واحد شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، صافي تنطحنوهم ونخويهم فوق من البيتزا. ايه واخا تجي تماما بحال الشكل ديال الفرماج. ايه هذا بديل الفرماج اللي ما عندناش. واخا تفضلي. الطريقه الثانيه، الا ما عندناش لا بيض لا والو، تيكون نكتفيو غير بالفرماج يا اما مثلث يا اما مربع، تنديروه في المجمد حتى تيقفاح شويه وتنحكوه فوق من البيتزا. تعطيته هو نفس الشكل. وعندنا الطريقه الثالثه، تناخذوا اطرو ديال الحليب. الحليب خاص يكون ديال المزرعه ديال العروبيه. تنديروه في كاسرونه حتى تيدفع غير شويه، وتنضيفوا ليه ربع كاس من الخل. ايه وتنبقاو نحركوا، تيبان لينا داك الحليب بحال خسر. تنقولوا الحليب راه خاسر. ايه تيبان لينا انه ولا عندنا واحد الماء صفر، وداك وعندنا الجبن مقطع. ايه تيتكل. ناخذ واحد المعلقه وتنقص البوطه، تكون البوطه مهيله، وتنبداو نجمعوا في داك الجبن بشويه بشويه، وحنا تنديروا على الجنب ديال الكاسرونه وتنوركوا حتى تنجمعوا واحد الكره. ايه ونجمعوه كامل. ايه ملي غادي نجمعوه غادي نهزوه ونديروه في واحد الصفايه ونوركوا عليه مزيان، ونحتفظوا بداك الكره هكاك حتى ينزل لينا داك الماء ما يبقى فيه والو. ايه بالنسبه لهذيك الماء اختي سناء، ما نلوحوش، نعجنوا به الخبز او بريوش او القرص، مفيد بزاف اختي داك الماء. فعلا. ايه ونقدروا نصوبوا به حتى الخميره البلديه. واخا هذه كملاحظه. ملي هذيك الكره تتصفى لينا مزيان تنديروها في المجمد، ووقت اللي بغينا تنجبدو تنحكو فوق من البيتزا او اي مملة او شي حاجه بغينا فيها الفرماج. وهالفرماج عندنا بسهوله ما فيه حتى شي ماده. اييه مشكوره، ذكرتينا بهذا الانواع الفرماج يعني بنزول عن طلب كثير من السيدات، يعطيك الصحه تبارك الله عليك. ندوزو دابا الطلب الثاني، بديل فرماج الدهن. اييه فغناخدو واحد الكاسرونه على بوطه مهيله، وغنديروا فيها واحد الايطرو ديال الحليب، كما تنقول ماشي الحليب ديال البواطات اختي سناء، الحليب ديال العروبيه. ايه وتنخليوه تيغلى. الا بغينا هنايا نسمو هاد الفرماج وكانوا الوليدات تيبغيو، راه تنسمو اما بالزعتر اما بازير اما المعدنوس اما التومه، على حسب كل واحد وشنو تيبغي. ما كانوش يبغيو غنخليوه غير هكاك. غادي نديروه كما قلت فوق البوطه، بوطه مهيله، ومن بعد مني تيدفى تنضيف ليه واحد 4 المعالق ديال الخل الابيض، ولا عصير ديال نص حامضه. ايه صافي كيما قلت لك نفس الطريقه ديال الاول، تيبدا يبان لينا بانه خسر، تنصفيه مزيان، وداكشي اللي صفينا داك الماء تحتفظوا به قلت لك العجينه وداكشي، وهذاك الجبن اللي درنا تنديروه في الخلاط الكهربائي. ايه وتنضيفوا ليه
جوج فرماجات حتى لثلاثه، يا اما مثلثين يا اما مربعين. اولا تنضيفوا ليه معلقه ديال الزبده واخا، وتنسمو كما قلت باش ما بغيتو تطحنوا. الا جا ثقيل تبقي تهزي شويه من داك الماء فعلا ديال الحليب ني ايه، تنهزو عليه شويه شويه وحنا تنطحنوا حتى نحصلوا على الشكل ديال الفرماج الثقيل. صافي تنديروا في واحد البواطه ولا قرعه ديال الدجاج وتندخلوه للثلاجه، من الاحسن يبقى واحد 4 سوايع حتى 6 سوايع عاد ناخذوه. وفعلا هو تيخرج كميه مزيانه، وديك الساعه فوق ما يتقادنا صيبوه راه ساهل ساهل وما فيه شي حاجه اللي صعيبه. الطريقه الثانيه، في كاسرونه تنديروا كاس الى ربع ديال الحليب ديال كما تنقول ديال العروبيه مع معلقه ديال الدقيق، وتنزيد عليه تنطربو مزيان، وهو فوق البوطه والبوطه مهيله تنزيدو واحد 4 ديال الحبات من الفرماج مثلث ولا مربع وشويه ديال الترشو شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، وباش نسموه تنديرو الهيل. ايه حبات من الهيل تعطيه واحد التنسيمه اختي زوينه بزاف. ايه واخا صافي، وحنا تنحركو حتى تيبان لينا بدا تيعقد. ايه صافي تنديروه في شي قرعه ديال الدجاج والهذا وحتفظوا به وقت ما بغينا هالفرماج عندنا موجود. واخا نتمنى يستافدوا منه السيدات ويديروه حطوه في الثلاجه ديالهم لوليداتهم. ايه فعلا حاجه مصيبه في الدار. السؤال الثالث، السيده بغات بديل المنظف ديال الارض وكذلك ديال التصبين. ايه بالنسبه للمنظف ديال الارض غادي ناخذ واحد 4 إطرو ديال الماء يكون طيب، وعندنا 4 ديال المعالق كبار من الصابون ديال الحجره، صابون ديال الحجره. مفهوم اختي سناء؟ اي مفهوم. وغادي ناخذ واحد 10 ديال القطرات من اي زيت عطري عندنا، يا اما ديال الحامض او ديال الورد او خزامه اللي عندنا. ما عندنا حتى زيت عطري غادي نكتفيو بعصير ديال الحامضه. مفهوم اختي سناء؟ اي متبعين معاك. غادي نخلطوا داك الماء مع داك الصابون مع داك الزيت العطري كل شيء في واحد السطيله ولا واحد البانيو، كنخلطوا كل شيء وحنا تنحركوا حتى تذوب لينا داك الصابونه ويولي عندنا واحد المسحوق اللي هو غادي يكون ثقيل وخاطر ماشي عاقد، غيكون جاري اختي سناء. ايه وغادي نبقاو نضفو من نديرو السطل ديال الماء نديرو فيه واحد الغلاقه منه ولا جوج وغادي نصفو به الارض. واخا وحنا صوبنا منظف ديالنا بيدينا، ما فيه حتى شي حاجه اللي صعيبه فعلا مصايب في الدار، طريقته سهله. بالنسبه للصابون باش نغسلوا الحوايج ديالنا حتى هو بمواد طبيعيه، غادي ناخذ واحد الصابونه ديال الحجره، من الاحسن ناخذ داك اللي بزيت الزيتون. مزيان تنحكوها محكوكه، تنضيفوا لها اطرو ديال الماء طايب، وتنضيفوا حتى هي اي زيت عطري مع معلقه ديال البيكربونات الصوديوم ومعلقه ديال الخل. هادشي كلشي تنديرو في واحد الاناء ولا واحد البانيو، ونبقاو نحركو مزيان حتى تيدوب لينا هذاك الصابون. وتنديرو في واحد القرعه، وتنبقاو ناخذو نيت داك الكاس اللي تنعبرو به المسحوق ديال الماكينه تنعمرو، وهذا ما تنديروش داك المجر ديال الماكينه تنديروه مباشره مع الحوايج. اييه مفهوم اختي سناء؟ مفهوم. تنديروه مباشره مع الحوايج وتنصبنو عادي. اييه كيخرج الحوايج مزيان، سيرتو الحوايج ديال الدراري فعلا. اييه كيكون فيهم الطبيعي صح. حتى الا كانت عندنا شي طبعه في شي تريكو ولا في شي حاجه، تناخذوا داك اللمعه وتنفزقوها بشويه الماء، وناخذوا شويه من هاد الصابون نخليوه نمسحوها كنعمروها به، ونخليوه غير واحد شويه ونفركوه بيدينا داك اللمعه تتحيد، وعاد ندخلوه لاماشين. اييه بالنسبه للسؤال الاخر، الطريقه باش نحفظوا القطاني وكذلك حتى الطحين. كاين تساؤلات على اساس انه كيلقاو فيهم بحال داك البخوص صغيوار اولا. وبعد نوبات كيكون مثلا يلاه تشرى وكيكون فيه مثلا يعني بحال مسوس بحال فيه يعني اما برد اما الا بعض المرات نجيبوا البيضات الاكثر هي الفول تلقى فيه هذاك البخوش فيه، تنجيبوه من عنده فيه. ايه فعلا دغيا هو ما كيصبرش اختي سناء. غادي الطريقه الاولى غادي ناخذوا هذو ديال جداتنا، هاد الطرق هذه اللي غادي نعطيك راه كانت بكري تيديروها،
ديال الملح كانت بكري كيديروها غير الطريقه الصحيحه ما كانش معطيه مزيان. كنا تناخذوا الملح وتنديروها مباشره في داك القطاني وتنسدوا عليهم، ملي تنسدوا عليهم داك الملح راه فيها الماء تطلق لينا الماء عاد ما تجي تصوف لينا هذاك القطاني. الطريقه الصحيحه داك الملح تنديروها في مقله وتنبقاو نحركوا مع البوطه مهيله حتى تتنشف لينا مزيان من الماء اللي فيها، تتخرج داك الماء في الاول ومن بعد تتحيد صافي تتنشف تتولي قاطعه كارمه ولاصقه بعضياتها. مفهوم اختي سنة؟ مفهوم. صافي تناخذوا من الاحسن حنا نديروا القراعي ديال الدجاج صافي فين ما بعد اول حاجه ننقيو ما تاخدين عدس لوبيا حمص اللي خلينا يتنقى هو الاول وعاد تنديروا واحد شويه مثلا من الفول ترشوا الملح ونديروا عاوتاني شويه ديال الفول والملح غادي حتى تنكملوا داك القرعه. ما تيطرى اللي هو اللي تيبقى مزيان. مزيان. الطريقه الثانيه اللي جرت مؤخرا وهي اللي بقيت تندير تنديرهم في المجمد. تنقي وتناخذ البلاستيك ديال المجمد نيت القياس اللي بغيت تندير فيه مثلا الحمص نرطبو هذاك وتنديرو غير بالنسبه للفول والعدس والهذا تنديرهم في البلاستيك الجهد اللي غادي نبغي ناخذ وتنديروه في المجمد. صدقيني اختي سناء تيبقاو حتى عام. مزيان. ما تيطرى ليهم حتى شي حاجه. واخا تيبقاو هما هما. تفضلي. بالنسبه اختي للسؤال الاخر كيفاش نحتفظوا بالدقيق واحد المده؟ اول حاجه ملي تنجيبوا داك الدقيق غادي ندوزوه كله في الغربال غادي نغربلوه ومن بعد تناخذوا داك السطل. حنا من الاحسن ناخذوا داك السطل اللي بحال الشكل ديال السطل اللي تنديروا فيه اللي تنشريو فيه الحليب غبره. اييه داك الحك. هذاك الحك عرفتي واخا. اييه تيكونوا بعد ما دابا راه قلالو ولكن نقلبوا عليهم تيكونوا شويه كبار. اييه كاين الكبار ما لقيناش الغالب الله غادي ناخذوا هذيك الطوله ديال البلاستيك ما عندنا ما نديرو غير هو هذاك الطارو ملي غنجيبوه غادي ناخذوا داك الخناشي لعقلتي اختي سناء راه كان تيتباع فيهم بكري الدقيق خناشي بيضين بحال الثوب. اها تنقولوا الثوب ديال الخنشه. اييه كان بكري تنقولوا الثوب ديال الخنشه. معروف اختي سناء. اييه ما باقي قلال داك الثوب كيتباع اختي سناء. دابا حنا مثلا في كازا كاينين كيف قلتي كيتباعوا يعني بحال ميكات بالجمله بحال هذا كيتباعوا كاينين. اها تيتباعوا عرفتي انا لقيتهم في القصريه. اييه هذه هي بلاصه الغشيان ديال المخاد داك الغشيان الدخلانيين ديال المخاد. لقيتهم عندهم تاهما تيبيعوه تيبيعوا هاد الخناشي هادو. تتاخذي وحده وتتجيبيها تدخليها في الطارو وتتبداي ملي تغربي داك الدقيق تدي تخوي الدقيق ولكن بحال تنقول تندق بيديا مزيان باش ما تخليش الفراغ ما بين طبقه وطبقه. كنبقى نورط مزيان وانا تنخوي وانا تنورك حتى تنكمل صافي. وتتجمعي داك الخنشه مزيان وتديري واحد البلاستيكه من الفوق من الجناب وداك الشيء وتاخذي شي طارو اخر تبقي تاخذي القياس اللي غادي تعجني مثلا ديال السيمانه وتتسديه مزيان وتحطيه شي بلاصه ماشي تكون فيها الرطوبه، شي بلاصه تكون عيب بارده ولكن ماشي فيها الغموله والرطوبه اختي سناء. اييه. صافي تيبقى مزيان ما تيطرى ليه والو. اييه فعلا. مفهوم اختي. مفهوم. ما لقاوش داك الخناشي يديروا شي بلاستيكه كبيره يخشوها في الطارو ونخرجوا ليها تكون شيطه على الفم ديال داك السطل. ونديروا نفس الطريقه الدقيق وحنا تندكوا بيدينا حتى تنكملوا وتنغلفوا وترجعوا داك البلاستيك من الفوق نسدوا عليه مزيان ما نخليوش البرد من يدخل ليه ونسدوا الطارو ديالنا. واخا. ندوزو سؤال اخر بغات بديل المبيدات لطرد الحشرات من الدار. انا اختي انا شفت هاد النصائح شفتهم في واحد الموقع اجنبي. وعجبوني وجربت منهم ولقيتهم عمليين بزاف. واخا. وغنتشاركها مع المستمعات. اييه. مثلا عندنا بزاف السيدات يتشكاو من النمل. اييه. والدبان. والناموس. ما نقوليكش الدبان ديال هذا العام. هذا العام كلشي كيتشكى منه فعلا. وحق الله قبيح. بصح والله الا بصح فعلا. تاخذوا مورا غدا الا بغيتي تسقي واحد شويه والله بصح. واخا كتكون الدار نقيه واخا كتحيدي يعني هذا ولكن فعلا مجهد هذا العام. ايه واخا تكون نقيه وكثير. غادي ناخذوا صابونه ديال الحجر. الله حتى خدمت بالصابون ديال الحجر بزاف هذا النهار. لا مزيان مزيان.
ناخذوا الصابونه ديال الحجره وغادي نحكوها وغادي نضيفوا ليها واحد جوج كيسان كبار هذاك الكيسان ديال العصير ديال الماء وغنضيفوا واحد ثلاثه المعالق كبار ديال البزار ايه وغنديرهم في واحد واحد الاناء ونبقاو نحركوا حتى تيذوب لينا هذاك الصابون ومن بعد تنبقاو ناخذوا مثلا جوج معالق وثلاثه المعالق ونزيدوا معاه شويه الماء في داك البخاخ وتنمني تنكملوا الشقه ديال الدار ترشوا به الدار كامله واخا مزيان هذا ما تيخليهش وبلاصه ولا كان عندنا النمل تنمشيو للغار ديال النمل خاصنا نقلبوا ضروري نقلبوا على الغار راه واخا ديري في بلايص خوين لبقى الغار راه هو تيفيت يرجع لذاك الغار ديالو أيه. والنمل ضروري الا كان عندك ضروري ما غتلقاه يدير الغار تنق في الدار اي بلاصتو اي فعلا ضروري غتمشي للغار وغديري فيه ترشيه بهذا المسحوق اللي عطيت واخا فصافي راه تيمشي في حالته ما تيبقاش مزيان بالنسبه للدبان هذه جربتها اختي سناء زوينه بزاف فتاخدي حامضه وتتغرسيها كلها بحبات ديال القرنفل اييه وتتحطيها غير فوق الطابله صدقيني يا اختي ما تيبقاش وفي الصراحه ديال قديمه هادشي اللي كان كيدار شحال هادي والصراحه فرطنا ونسيناها غزاله غزاله ما تيبقاش اختي سناء ما تيبقاش مزيان. ومنها تعطي ريحه زوينه للدار اييه فعلا منها تعطري الدار ومنها تجري على هاد الدبان هادشي اللي كاين واحد الطريقه اخرى عجبتني وجربتها في المحابق اللي عندي انا بصح لو بغيتي تجري على الحشرات من المحابق تاخذي غير القشور ديال البيض سبحان الله تطحنيهم مزيان ولي بودر وتترميهم في داك المحبقات اييه جربتها يا اختي سبحان ما بقاش ما بقاش يدور بيني يعني. ما كيبقى بقى لا حشرات لا والو والو كيبقى وفي نفس الوقت راه تيعطي واحد الكالسيوم لهذاك فعلا اييه عندك الحق هادشي اللي كاين هو يعني كيغذي يعني داك التراب اللي تيكون في المحابق حتى الفواكه الا شريناهم اختي وبغينا نحطوهم في الطابله ولا نحطوهم في الكوزينه تيتجمع عليهم داك الناموس الصغير وداك الحشرات فلا درنا معاهم غير عويدات ديال الريحان شي الدار مخصص تخدم من الريحان الخزامه القرنفل الورد كاع هاد الحويجات زوينين اختي سناء اييه فعلا راه تحطوا غير الماريو ديال الصباط ديال الصبابط تديري زليفات الورد الريحان الخزامه ولعيب الصدف تكون يدما الحويج قدام وداك الصدف ديالهم بغيتي تلوحيهم داك الصدف ما تلوحيش تحيديه وتخبيه فهو تديري ليه غير الكولا اللصقه وتتزيني به داك البواطات ولا القريعات ولا هذا تعطي واحد المنظر زوين فعلا وعندك ورقه موسى عندك الريحان عندك الخزامه الا غير مثلا شعلنا غير بحال هكا مثلا شويه ودرنا ديك البخار ديالهم هكا في الدار في الصراحه ما كيخلي حتى شي حاجه وفي نفس الوقت واحد الريحه زوينه يعني ما فيهاش لا مواد كيماويه لا والو ما كتخنق ما والو صافي كيما الواحد ما يكتفش كنديروا داك العريشات ديال الريحان صافي سبحان الله ما تتبقى الدور بيه حتى شي حشره واخا مزيان حتى ملي تنجفوا نساليو في الاخر تنديروا واحد قطرات من خل التفاح في الجفاف وتندوزوا به إيه؟ الارضيه كامله حتى هي تتعقم ليك وتتجري على اي حشره دخلت ليك فعلا واخا وكذلك في الاخر مره في 15 يوم اختي سناء اكثر في هذه الجو دابا اللي غادي يبدا يتبدل نطلقوا الشيحه اختي سناء عنده واحد الفوائد زوينه للدار من تيبدل لك الجو ديال الدار من تيقتل لك كاع الفيروسات اللي تدخل لك واخا مزيان ندوزو السؤال الاخر الا بغينا الاخت بغات شي ريحه عطيره بلا مواد كيماويه اييه فانا راه بزاف نستعمل هذه القضيه بزاف اختي سناء ناخذ زيت عطري كناخذ اما ديال الياسمين اما ديال الورد غير داك اللي يكون شويه بارد وتنديرو في البخاخ مع شويه ديال الماء وترش به الدار اييه كتبقى ريحه زوينه تعطي ريحه زوينه ولا كنجي عندنا بلا ما يكون عندنا كاع جاي الضيف غير حنا بوحدنا كناخذوا واحد المنديل مبلل ومعصور مزيان وترشوه بداك البخاخ النيت اللي فيها الزيت العطري والماء وتمسح به الحيط كامل ديال الدار مزيان حتى هو تخلي ريحه زوينه واخا هذوك الزيوت العطريه يعني الاساسيه يعني الواحد يختار على حسب حيت دابا كل واحد كيشم شي زيت كيرتاح فيه كاين اللي عز عليه زيت فليو كاين اللي عز عليه زيت النعناع زيت الليمون فعلى حسب كيف قلتي كل واحد وعلى حسب اختيار ديالو كاين اللي كيرتاح في الخزامه فعلى حسب داكشي اللي كاين نختاروا الزيت اللي بغينا طريقه اخرى غادي ناخذوا اي صابونه تكون فيها ريحه زوينه كاين شي صابونات فيهم ريحه زوينه اييه كتكون الريحه هي مجهده تحكيهم ولا تقطعيهم طريفات صغيورين تتخلطيهم مع الورد
الورد البلدي والمسك تنهرمشوه واحد شويه وترشوهم تنديرهم في واحد البواطه ولا شي حاجه وترشوهم بقطرات من اي زيت عطري كما قلتي اختاروا اللي تيرتاحوا ليه وتنزينوا هذيك القريعه ولا هذيك البواطه اللي قلت لك باي دونتيل ولا بدك الصديفات كما قلت لك يكونوا ملونين تعطي واحد الجماليه زوينه وتنحطوهم هنايا فوق الماريو ديال الصبابط اللي تيكون حدا الباب او في الحمام او في المهم في البلاصه اللي بغات تعطي فيها الريحه صافي ما تدوزي تبقى تعطي داك الريحه زوينه للدار اييه مفهوم ولا تناخذوا واحد البونجا يطريف من البونجا بونجا صغيره تعرفي البونج يشد تيهز تنخلط شويه ديال الماء مع اي زيت عطري وتنفزك به هذيك البونجا وتنديروا اي فاز عندنا في الدار تنديروا تحت منها تيكون داك الفيزان تيكون واحد البلاصه خاويه للوسط من تكوني حاطاه فهمتي اختي سناء اييه فاحنا غنحطوه لتحت من هذيك المزهريه تحت من داك الفاز فتبقى تعطي واحد الريحه النهار كله ما تعرفيهاش منين جايه واخا مفهوم اختي سناء مفهوم الله يعطيك الصحه ندوزو دابا بقات لينا البصله باقي واحد واخا نمشيو نبقاو في النصائح تفضلي اي باقي واحد الطريقه زوينه عجبتني وجربتها منها تعطي منظر منها تعطي ريحه واخا تناخذوا واحد كاسون ديال الماء وتناخذوا شي قرعه اي قرعه تكون معقمة عندنا بيضة وعندنا واحد المعلقه ونص ديال الجيلاتين جيلاتين يكون غبره واخا صافي تناخذوا داك الماء تنخلطوه مع داك الجيلاتين وتنبقاو نحركوا نحركوا حتى تيذوب ومن بعد تنديروا في داك الكاس الماء اللي ذوبنا في داك الجيلاتين تنديروا في داك القريعه المعقمه وتنزيدوا عليها داك الالوان الغذائيه اللي تنديروا تيكون في اللوينات اللوينات مثلا الكراميل القهوه تيكون بيستاش تيكون تنديروا منه قطرات عرفتي ما اختي سناء تنديروهم في الحلويات عرفتهم تيكونوا بالالوان اما فرامبواز اما الفريز اللون كيعطي اللون والمذاق اييه وتعطي اللون وتعطي المذاق اييه واخا تنديروا قطرات منه في داك مع داك الماء تعطينا داك اللون اللي بغينا وتنزيدوا معاه قطرات من اي زيت عطري انا هنايا درت داك كان عندي زيت عطري ديال الكاليبتوس اييه معناتها هو خضر ودرت هذاك كان عندي ديال البيستاج وعطى واحد اللون خضر زوين تنصوروا لكم نصيفطوا واخا صافي وسديت داك القرعه ودخلتها للثلاجه حتى تشدات تولي قاصحه اييه صافي من بعد داك الغلاقه ديال داك القاصحه تقبيها كامله ولا تخليها عريانيه وتتزينها كما قلت لك بالدونتيل ولا بهذاك الصديفات وتتحطيها في البلاصه اللي بغيتي تتبقى واحد الريحه تتبقى لك واحد المود عندك الريحه في الدار مزيان زوينه فكره زوينه فعلا بزاف حتى الا بغينا نحيدوا الريحه من الكوزينه كنديروا واحد الكاسرونه فيها الماء حتى تيغلى مزيان من غلا تنطفيو عليه تلوحوا فيه قشور ديال الليمون ولا قشور ديال الحامض اييه ديك الباديه انا اييه فعلا وتنخليوه مع هو سخون وداك البخار طالع والريحه طالعه للدار كامل ومزيان تبخر الدار يعني بهاد الاعشاب لانه زوينين بحال كاليبتوس الخزامه راه مزيان حتى دوك الفيروسات والبكتيريا ما تينتشروش يعني حتى الواحد الا كان فيه مثلا ارواح الزكام وداك الشيء ما كيعاديش مثلا خوتو ولا العائله يعني بحال كينقص شويه من هذوك البكتيريا كيف قلتي يا ليلى صحيح فعلا خاص ضروري انه دوك تبقى الاعشاب ماشي غير دوك المنسمه اللي كنطيبوا بها وكاين الاعشاب العاديه بحال الخزامه الورد الريحان باديان هادو خصهم يكون عندنا في قرعه ديال الدجاج ويكونوا نستعملوهم وكل مره يعني نجبدوا حاجه ونديروا حاجه لانه ماشي غير الطياب مثلا وانما حتى كيف قلتي نديروا فيها في بلاكارات يعني نبخروا بها الدار نديروها في بلاكارات صبابات فراه كيعطي الريحه يعني وكيكونوا روايح اللي هما عطريين زوينين يعني كيتقبلهم الجسم ديالنا ماشي مواد مصنعه ولا كيماويه انا والله الا كنت عطيتها في النصائح شحال هادي تنديرهم مع المسحوق ديال الصبين ديال الملابس مزيان هي كتبقى ريحه زوينه المجر ديالو تيخرجوا الحويجات بلا ما تديري داك المناعم ديال الملابس ندوزو دابا لسؤال اخر السيده بغات كيفاش تجي البصله معسله ولونها ذهبي اييه اللون ديالها كرمي يجي ذهبي اييه هنا باش غتجينا هاد البصله معسله ولونها ذهبي مني تتكوني طيبتي الدجاج تتحيديه تتبقى لك داك الضغميره ديال ديك المريقه اييه هذيك تضيفي ليها واحد نص كاس من العصير ديال البرتقال ماشي الحامض البرتقال الليمون اييه
ومعلقه ديال العسل ولا واحد طريف من السكر ديال القلب وشويه من الزعفران. هذاك الزعفران اما تذوبيه في شويه الماء اما تحطيه فوق طنجره حتى تيسخن وتحكيه بين يديك واخا ومع التحرك تبقاي تحركي تنقصي البوطه وتبقاي تحركي حتى تتعسل لك داك البصله ويولي واحد اللون ها اللون زوين بزاف مع التحرك حتى تلصق لك في داك الطنجره حتى تطفي عليها البوطه صدقيني تجي واحد الدغميره غزاله واحد البصله غزاله. واخا تعاودي للمستمعات باش يعاودوا يسمعوها إيه. قلنا البصله باش جينا اللون ديالها كراميليزي ذهبي إيه. تنحيدوا الدجاج ملي تيطيب تبقى لينا داك الدغميره ديال البصله كنضيفوا لها نص كاس من عصير ديال البرتقال الليمون ومعلقه ديال العسل إيه. وواحد شويه من الزعفران يا اما تندوبوه شويه ديال الماء يا اما تنديروا فوق من الغطاء ديال الطنجره تسخن ونحكوه بين يدينا صافي وتنبقاو نحركو مزيان ما نحبسوش غادي نبقاو نقصوا البوطه ونبقاو نحركو مزيان حتى تبدا ديك الدغميره تلصق لينا في الطنجره واخا عاد صافي تنطفيو عليها تجي داك الدغميره ثقيله وبنينه وعاطيه اللون اللون اللي بغات اييه تبارك الله عليك ليلى مفهومك كيف انا مفهوم الله يعطيك الصحه باقي الوقت ولا نزيد شي بدائل واخا تفضلي نزيدو السيده طلبت بديل ديال الشوكولات للدهن اييه غادي ناخذ واحد العلبه من القشده اي نوع عندنا نضيفوا ليها جوج معالق كبار من الكاكاو المر ربع معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان هذه اختياريه ولكن صدقين تعطيها واحد النكهه زوينه ثلاثه المعالق كبار من حليب غبره واحد معلقه من الصلصه ديال الكراميل هذه الا كانت موجوده الا كتشوف عندنا ما كانتش ما نديروهاش نديروه بلاصه جوج كيسان من السكر كلاصي صافي وتنسمو بالفانيلا الا بغينا ما بغيناش نخليو عليك النسيمه ديال القهوه سريعه الذوبان هادشي كلشي اختي سناء غادي نطحنوه في الخلاط الكهربائي ونديروه في قرعه ديال الدجاج معقمه وندخلوها للثلاجه ها شوكولاته الدهن عندنا فعلا تيليق حتى لا بغينا نزينو الكيك ولا البانكيك ولا لي مادلين وداكشي حتى التزيين مزيان كيف قلتي يليق بزاف الحوايج ندوزو البديل ديال الحليب المحلى واخا بزاف تتكوني باغا ديري شي حاجه وتتعكزي بصح ملي كتلقاي شي اييه كاينه والله الا انا ما تعرفش عندي الدروج كنعكز فعلا الا نقصت شي حاجه صافي يعني كتكوني عواله باغا ديريها ما نيت حنا على سبا لا حيت داك الحماس باش يكون فيك باش تنوضي لقيت حاجه ناقصه والله يغفر ليا الله يحسن العون فعلا هادشي اللي كاين غادي ناخذوا ثلاثه الكيسان ديال الحليب غبره وثلاثه الكيسان ديال السكر كلاصي وجوج كيسان ديال الماء هذا الماء من الاحسن يكون طايب وبارد وبرد طيبوه ونحطوه نخليوه حتى يبرد واخا هادشي كلشي غادي نخلطوه حتى هو نطحنوه في الخلاط الكهربائي ونديروه في واحد القرعه ديال الدجاج كما بغيناه تنجبدوه الحليب المحلى عندنا مفهوم اختي سناء ايوا هادشي اللي كاين في هذا النهار وكل خير تبارك الله عليك مشكور على هاد البدائل كلها اللي قدمتي لنا ونتمنى المستمعات يكونوا يعني سجلوا هاد الافكار ويعني يواظبوا عليهم لانه فعلا حويجات ساهلين واقتصاديين في متناول جميع السيدات. صباحكم مبروك ليلى ام ياسين شكرا لك بزاف والاثنين المقبل ان شاء الله والمزيد من النصائح المنزليه والمطبخيه وخلال الاسبوع بالكامل يعني ملي يكون تواصل مباشر سواء يعني في البرنامج يعني هاتفيا ولا يعني في الواتساب ولا يعني في الفيسبوك يمكن لكم انكم تبعتوا يعني بالتساؤلات ديالكم الا بغيتوا يعني اي حاجه بديل مثلا بغيتوا تصايبوه ما عندكمش وبغيتوا البديل ديالو راه تبارك الله ممكن على اننا نقدموه لكم وكذلك باش لانه دائما في نهاية الأسبوع كنستقب على أم ياسين وكنجاوبوا على أهم طلبات ديال المستمعات يعني التساؤلات اللي كنلقاوهم سواء نصائح منزلية ولا مطبخية يعني شي حويجات اللي ناقصينكم في الدار وبغيتوا أننا نتكلموا عليهم أو بغيتوا أننا نعطيو أفكار فيهم يكونوا أفكار اللي هما مفيدين واللي هما غادي يسهلوا عليكم بزاف ديال الأمور يعني سواء في كوزينة ولا في الدار. بالنسبة لهاد النصائح وحنا كنتكلموا على النصائح ليلى أم ياسين تكلمت على البواطات ديال الحليب غبرة هادوك الحكاك الكبار اللي تيكونوا يعني كبار يعني تيكونوا كبار بزاف اللي كيكون فيهم الكمية كبيرة ديال الحليب غبرة
بالنسبه للوليدات اللي كياخذوا هكا في الرضاعه. فهذوك البواطات دوك الحكاك يعني في الغالب كنديروا فيهم مثلا اي حاجه وكننخليوها يعني كحداك الحك ما كنبغوش نفرطوا فيه لانه تيكون كبير وفكيلق بزاف الحوايج. كاين اللي كيدير فيه مثلا هادوك المراشم بجمع فيه كاع دوك المراشم ديال الحلوه بالكويرطات بكل شيء، فكل واحد شنو كيدير فيه. غير هو هذاك الحك سواء الموين او لا الصغير او لا داك الكبير ديال الحليب غبره داك الصفر المعروف اللي كيعطيو الوليدات، هذاك ملي كيدار فيه الحلوه راه كتبقى طريه ما تحتاجش انه مثلا يعني هذاك الحك ملي يبقى عندنا وساله ما نرميوش وما نديروش فيه شي حاجه يعني مثلا اللي غادي تبقى مثلا غير في البلاكار. الا كنا صايبنا الحلوه البلديه يعني دوازاتاي ونديروه في هذاك الحك وراهو عنده السداده ديالو كتسد مزيان، فراه الحلوه كتبقى طريه كتبقى زوينه. وفي نفس الوقت حتى انه مثلا بحال دابا بغينا نسافروا عندنا مثلا الحلوه بغينا نعطيوها مثلا غنسافروا عند حبابنا مثلا وغنديو معنا الحلوه وخفنا لا نديروها في هذاك البوليستير او نخفنا نديروها في الكرتونه العاديه، راه في هذاك الطار اللي تنقولوا لي اولا ديك الطاسه الحك ديال الحليب غبره راه ملي كنديروا فيه الحلوه نهائيا كنستفوها، غير هو نديروا مثلا داك البابي سلفوريزي اولا ورق ديال الطبخ ونخليهم دلي ونديروا الحلوه كامله ونعاودوا نسدوا عليها باش تجينا سهله نبغيو نجبدوها، راه كتبقى محافظه على الطراوه ديالها كتبقى طريه وفي نفس الوقت يعني ما كتهرس ما والو. هذه في حالتي الا كنا غنتنقلوا بهذيك الحلوه. حاجه اخرى دائما كنتكلموا على الالومنيوم انه صعيب انه يدار مباشره في اي حاجه لانه كيتفاعل مع الماكله، ضروري خاص الكاغيط هو الاول ورق الطبخ وعاد كنغطيوه بالالومنيوم، فولا الا درنا الالومنيوم ما نخليوش يعني لاصق في الماكله، هذا من جهه. وان كان مؤخرا يعني حتى دابا راه بدا كيدخل شويه داك الورق الالومنيوم اللي جهه الومنيوم والجهه اللورانيه كاغيط يعني هو منو فيه، فملي كنديروا حنا دائما ملي كنبغوا نطيبوا وغندخلوا شي حاجه للفران اولا غنغطيوها كنغطيو الجهه اللي فيها الكاغيط والفوق كيبقى الالومنيوم. دابا راه غادي يولي منتشر اكثر هذا يعني كيجي زوين كيجي مزيان، غير هو بحال دابا الا ما كانش عندنا هذا الشيء كله راه كيف قلنا دائما عندك هذاك الورق ديال الكروم ديك الورقات الاخرانيين ديال الكروم اللي في الغالب ما تنستعملوهمش تنمشيو غير للدخلاني ديال الكروم، راه هذوك الورق ديال الكروم راه ممكن يتغسلوا مزيان ويتمسحوا. وملي كنديروا بحال دابا درنا غطا او درنا اي حاجه بغينا ندخلوها للفران كنديروا كنغطيوها بهذاك نغطيوها بالوريقات ديال الكروم، ملي كنغطيوها بالوريقات ديال الكروم وديك الساعه يعني كندخلوها للفران ممكن ملي نغطيوها بالوريقات ديال الكروم ديك الساعه نديروا الالومنيوم ما كيقيش لانه كيدير ديك الطبقه عازله هذاك داك الكروم كيغطي لينا الماكله وفي نفس الوقت ما كيخليش الالومنيوم يتفاعل مع الماكله اللي حنا مطيبين. ما كاينش الكروم كاين هذيك الورقيه حتى هي وريقاتها كبار حتى هي من الفصيله ديال الكروم كنظن هذيك حتى هي مزيانه، هذيك الورقيه راه كلها فوائد ولكن الوريقات ديالها راه ممكن اننا نغطيو بهم مثلا اي حاجه درناها ونغطيو بها وندخلوها الفران. هذيك الورقيه على ديك الورقيه يعني تفكرت يعني بزاف ديال المناطق تبارك الله كيستعملوها سواء في الكسكسو يعني في السميده كيديروها في الحريره كتجي زوينه هكا مقطعه بحال الكرافس، كيديروها في الحريره كنظن في الكسكسو كيديروها في الكسكسو ويا اما يعني طيبه مع المرقه يا اما كيديروها في الطعام يعني في الكسكسو في السميده دوك الحبيبه ديال السميده كتكون ميبسه وكيديروها معاهم يعني فهي صحيه وكيديروها في الوقيته ديال البرد كيديروا بها انواع ديال الحريره والشيشه وهذا. وحتى في ملي كنفوروها بحال دابا مثلا درنا يعني مثلا درنا مثلا صدر ديال الدجاج شرائح ديال الدجاج غادي نفوروهم مع العطريه يعني كنفوروهم بغينا شي حاجه ناشفه خفيفه، ملي كنديروا خيزو القرعه اللوبيا البطاطا اللفت على حسب اللي متوفر وفورناه راه حتى الورقيه وريقات ديالها نقطعو هم هكا هكا بحال كنقطعوا الخص وملي كيتفوروا مع دريسات ديال الثومه فكيجي طبق متكامل هذيك الورديه كل الورقيه كلها فواكه كلها يعني فوائد وفي نفس الوقت مع خضيره مع سدير ديال الدجاج او هبره ديال الحوت راه كيجي زوين بالنسبه للناس اللي دايرين حميه ناقصين من الوزن او لا ناقصين يعني من الحوايج اللي هما دسمين راه كتجي مزيانه وكتبنن الصراحه كيجي مذاق ديالها زوين. حتى ملي كنديروا باك غاتنا راه كتجي زوينه يعني ناخذوا ديك الورقيه وبالسيقان ديالها ونقطعوها نقردوها طريفات رقاق ونخلطوها مع شويه ديال المعدنوس ونديروا البروكولي مثلا نديروا البطاطا هادو مفورين ونقطعوهم طريفات صغيورين ونديروا مثلا اما بوحدهم اما مثلا عندنا شويه ديال الصدر ديال الدجاج نقطعوه مربعات صغيورين ونديروا اما مع البيض وشويه ديال القشده الطريه ولا شويه ديال الحليب مع شويه ديال الفرماج ونديروا الكغاتان بهاد الورقيه بالبطاطا بالبروكلي وبالبيض والقشده الطريه ولا الفرماج كيجي غاتان زوين. ولا بغينا نطيبوه في المقله راه نفس الطريقه ناخذوا بصيله
ونقطعوا الورقيه بالسيقان ديالها مقرده رقيق بحال المعدنوس، ونزيدوا على ديك البصيله ونشحروهم مزيان مع شويه ديال الثوم وشويه ديال الزيت البلديه، ومن بعد نديروا العطريه اللي بغينا، سواء يعني الخرقوم بالجينه صفراء او لا تحميره مع شويه بالجينه حمراء على حساب، او ننقصوا من العطريه نديروا غير شويه الملح والابزار ونخلطوا هادشي كله مزيان. عندنا شويه الكفته او عندنا شويه ديال القمرون كروفيت، شويه ديال يعني شنو هو يعني شويه ديال عندنا مثلا الكفته ديال الدجاج اولا صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغيورين، اولا غير اومليطه عاديه نشحروا هادشي هو الاول، وعندنا الشامبينيون حتى هو نزيدوه، وملي نشحروا هادشي كله الورقيه مع البصله مع حتى الفلافل الالوان حتى هما كيجيو زوينين، يعني اللي متوفر عندنا كيتشحر مزيان، وديك الساعه كنديروا بيضات عليه وكنرميوه، يعني كتجينا اومليطه بهاد الورقيه مع هاد الخضيره على حسب اللي درنا، اولا اومليطه يعني معدومات كنديروا اومليطه بالبطاطا، معدومات كنديروا اومليطه هكا بخضيره فلفله الوان الورقيه راه كتجي زوينه، والمذاق ديالها لانه اللي زوين فيها المذاق ديالها ماشي بحال مثلا الشيفلور ملي كنطيبوه مثلا كتبقى ديك الريحه، ماشي الريحه ديالو يعني هو كيتكال كيجي زوين الشيفلور، غير هو كان معدومات الا درناه في يعني في حويجات اخرين كنخافوا لا تبقى ديك الريحه مثلا مجهده ديال الشيفلور، فبحال دابا الكرومب وخاصه هاد الورقيه نهائيا المذاق ديالها محايد وكتجيف بزاف، يعني تبارك الله بزاف ديال المناطق اللي هما صراحه كيستعملوها بزاف وفي بزاف ديال الاقتراحات، غير هو كاضافه راه في الكغاتان كتجي زوينه في مع الخضره ومع شرائح ديال الدجاج مفوره اولا في خيضات ديال الدجاج يعني هكا مفورين في الكسكس، ديك الخضيره اللي كنديروها مرافقه مع اي حاجه راه كتجي زوينه، فنتمنى انه راه تبارك الله عندنا متوفره حنا دابا ولات عندنا، غير هو في المناطق معروفه بها ومعروفه في الصراحه كيديروا بها حويجات زوينين بحال ديك الحريرات شيشه في الكسكسو هي كتجي مزيانه، وفي نفس الوقت نغطيو بها اي حاجه دخلناها الفران باش ما تفاعلش مع الالومنيوم، ونتمنى تكون هاد الافكار كلها نالت اعجابكم، ونتمنى تكونوا كتستافدوا من هاد الاقتراحات اللي كنقدموا لكم، ومشكوره كل السيدات على حسن المتابعه على تواصلكم الدائم على كل ما كتقدموا البرنامج لاله مولاتي، نتمنى لكم صباح مبروك لكم، تحيات وفاء فائز رفقتنا اليوم في الإخراج، لمياء البكري صابر فوندا في البرمجة الموسيقية، سميحة شوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.